الوطنية والعالمية مع سوار بن حميدة على الحياة فم. مستمعي إذاعة الحياة فم، مرحبا بكم في نشرة الصحة. نبدأ بالعناوين. تنسيقية أعوان وزارة الصحة تأكد أنه لا بد من إنهاء تفرغ النقاب ومحاسبة الفاسدين من نقابات اتحاد الشغل. ماذا يحدث لجسم الإنسان عندما يتعرض للإشهاد المستمر؟ دراسة توضح. في تفاصيل أخبارنا نبدأ بشأن الوطني. دعا الأمين العام لتنسيقية أعوان وإطارات وزارة الصحة شكري المبروكي خلال لقاء إعلامي تم عقده نهار أمس رئيس الجمهورية وزيرة العدل وزير الداخلية إلى فتح بحث قضائي ضد الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل نوردين طابوبي وأعضاء الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد بسبب ما اعتبروا تجاوزات خطيرة يرتكبوها في حق القطاع ومنتسبيه ودعواتهم المشفرة للاقتتال بين أبناء قطاع الصحة والتمييز فيما بينهم على حد قولوه. التنسيقية أضافت أنه تم تأسيس سنة 2021 من أجل الدفاع عن حقوق منتسبي القطاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعنوية، ومن الطبيعي أن يطلب منتسبو التنسيقية من الوزارة إلغاء مبدأ الاقتطاع الآلي لمعلوم الانخراط لفائدة نقابة اتحاد الشغل والسماح بتحويل الاقتطاعات لفائدة التنسيقية، وكما قال أنه هذا الأمر لم يعجب طبعا النقابة التابعة لاتحاد الشغل اللي اتهمتهم بالتحايل والكذب على أبناء القطاع. ودعا المحجوبي وزارة الصحة العمومية إلى إلغاء مبدأ التفرغ النقابي اللي يتمتع به العديد من الأشخاص، مؤكد أنه من غير المعقول أن يتمتع المتفرغون والملحقون بالاتحاد العام التونسي للشغل على المستوى المركزي والجهوي بمنح وأجور قارة وبكل الامتيازات ومنها الترقية المهنية والوظيفية دون القيام بأي عمل، معتبرا أن هذا الأمر يتواصل منذ سنوات وحان الوقت لإعادة النظر فيه لتداعياته الكبيرة على التوازنات المالية لمختلف مؤسسات القطاع. في سياق آخر، أشرف وزير الصحة علي المرابط بالعاصمة على افتتاح اليوم الإعلامي التحسيسي يوم الجودة كواليتي داي اللي ينظمه المركز الوطني للتكوين البيداغوجي بالإطارات الصحة بالتعاون مع الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة كذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويندرج هذا اليوم الإعلامي في إطار برنامج التعاون التونسي الألماني في مجال تطوير التكوين وإرساء منظومة الجودة والتقييم في الوظيفة العمومية اللي انخرط فيها المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة. من جهته ثمن وزير الصحة بالمناسبة هذه المشاريع المشتركة بين مختلف الهيكل المدخلة في قطاع تكوين إطارات الصحة والدور المرجعي للمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات الصحة واعتماد مناهج الجودة لتعزيز المهارات والرفع من كفاءة مهني القطاع. في أخبار العالم، كشفت دراسة حديثة عن أدلة تشير إلى أن التوتر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. وسألت الدراسة اللي قادتها جامعة ألباما أكثر من 24 ألف بالغ عن عدد المرات اللي شعروا فيها بالتوتر والإجهاد أو أنهم غير قادرين على التعامل مع كل ما يتعين عليهم القيام بها. ووفقا للنتائج، وجد أولئك اللي أبلغوا عن مستويات عالية من التوتر كانوا أكثر عرضة بنسبة 37% للإصابة بالخرف في سنواتهم اللاحقة. كما قالت الدراسة أن الإجهاد الملحوظ مرتبط بالمؤشرات الهرمونية والالتهابية للشيخوخة المتسارعة، فضلا عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والوفيات. نختم بخبر عالمي. في علاقة بفيروس كورونا، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات، وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها مدير عام منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة التوصل لكيفية ظهور الفيروس. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال تقدير إحدى الوكالات الأمريكية أن الجائحة انتشرت على الأرجح نتيجة تسرب غير مقصود من مختبر صيني، مما يزيد الضغط على منظمة الصحة العالمية لتقديم إجابات فيما تم في بكين صحة هذا. كنت معكم سوار بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك.